الأستاذ الدكتور فايق عبد الجبار ولد في مدينة العمارة في جنوب العراق عام 1931 وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، وتخرج من الكلية الطبية في جامعة بغداد في عام 1959. هو شخصية مؤثرة ليس في الوسط الطبي فقط وإنما في المجتمع العراقي بأكمله. ساهم مساهمة جادة في تأسيس هذا المستشفى اللي هو مستشفى الأمن الوطني لعلاج الأورام، والذي سابقا كان يدعى مستشفى الإشعاع والطب النووي، وقبلها كان يسمى معهد ومستشفى الإشعاع والطب النووي. يعني احنا جينا سنة 1983 كطلاب هنا، فكان هو من خرجنا وهو من درسنا واحتضننا وخلانا معالجين شعاعيين نعالج أمراض السرطان بهالمستشفى هاي، ودرسنا وانطانا اللبنة الأولى اللي استندت عليها بناء هالمستشفى هاي. تأسيسه لهذا المستشفى من خلال إسهامه بتأسيس الأقسام المختلفة وتدريب الأطباء، سواء الأطباء المقيمين الأقدمين أو الأطباء الممارسين الموجودين في المستشفى، وكذلك تدريب المعالجين الشعاعيين بعمل الدورات الموازية مع معهد المهن الطبية، وكذلك تدريب الفيزياويين وإرسالهم بدورات موازية إلى خارج القطر. كان بالنسبة لنا يعني مو بس مدير، كان صديق لنا وأب حنون، كان بالنسبة لنا ودائما يتابع إيش عندنا مشاكل وإيش عندنا يعني شغلات. فكان يعني العلاج الشعاعي بصراحة يعني خسارة العراق بصورة عامة، يعني هو خسارة، يعني كان يعني رجل كلش علمي وإنسان. يعتبر الأستاذ فايق عبد الجبار السامرائي الرائد الأول في مجال تأسيس التسجيل السرطاني ليس في العراق فقط وإنما في بلدان الشرق الأوسط كافة، فقد قام بصحبة الأستاذ الدكتور المرحوم خالد القصاب بجولة في أقطار الوطن العربي كافة، وقد قاموا بوضع النواة الأساسية لوحدات التسجيل السرطاني والإشراف على هذه الوحدات في مصر والسودان ولبنان وسوريا وغيرها من الأقطار العربية. كان هو أب حنون إنه وإنسان طيب وخلوق وصاحب مبدأ، وعنده كان أهم شيء إنه المريض يتعالج، والعلم والمعرفة والتواصل بين العراق والعالم بهالمجال هذا. الموت الذي غيب أستاذنا الكريم كنا ننتظر أن يرى بذور التي زرعها في هذا المستشفى ليرى تلامذته الآن أخصائيين ويعملون بكامل الكفاءة والجهد وهم يسيرون على نهجه وخطاه. فإحنا كنا تربيتي يعني، فنعزه ونحبه ولحد الآن هو بابانا وما ننساه أبد. كان يعشق الموسيقى والمطالعة والمسرح والثقافة، ولدي معلومات أنه تقاسم غرفة في معسكر مع شاعر العراق الكبير الشاعر مظفر النواب، كما أنه أدى جهد كبير في مسرحيات عديدة للرائد الفنان يوسف العاني. من هواياته أيضا الرسم، وقد قام برسم العديد من اللوحات. ومن اللمسات الكثيرة التي أتذكرها أنه في فترة الحرب التي قام بها النظام البائد في عام 1991، كان الأستاذ فايق السامرائي سباقا في البقاء في المستشفى طوال فترة الحرب. أحيل أستاذنا الفاضل على التقاعد ومددت خدمته لمدة سنتين، وبقي يعمل بدون أجر لمدة 3 سنوات إسنادا وتأكيدا لجهده العلمي المتميز ولرفد هذا المستشفى الذي يعتبره مستشفاه بالدرجة الأولى، وكذلك علاج المرضى ورفد المسيرة العلمية في هذا الصرح. ومن إنجازاته الكبيرة أيضا هو تأسيسه لجمعية مكافحة السرطان في العراق، والتي تعتبر جمعيتنا الآن التي هي جمعية الأورام السريرية العراقية امتداد لهذه الجمعية الرائدة. فمرة من المرات كنت نايم على الميز، كان الغرفة مالته مال العلاج كانت قريبة على الجهاز مالنا، فأجي قال لي ها سهيل ليش بيش نايمة؟ قلت له دكتورة أنت شقيقة شوي راسي وجعني وهذا، نسى السالفة وراح. جيت ثاني يوم كان يدز علي، قلت له ها دكتور، كان جايب لي
شيشه مال مايجرين علاج مال شقيقه، يعني هاي من الشغلات اللي يمكن اموت وما انساها.